لأنه مبارك، ولأنه هدى، ولأنه رحمة، ولأنه شفاء، ولأنه نور، كل الأوصاف الطيبة الجميلة في القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم والله إنه أعظم هدية، أعظم شيء أعطانا الله إياه، لأنه مبارك، ولأنه هدى، ولأنه رحمة، ولأنه شفاء، ولأنه نور، كل الأوصاف الطيبة الجميلة في القرآن الكريم. ولذا يا إخواني، بعض من المسلمين الآن أعرضوا عن القرآن، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. تجدهم لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان، أو لا يقرؤون القرآن إلا في يوم الجمعة. ما هو السبب؟ ما هو السبب أنكما تقرأ القرآن والمجلات والجرائد والصحف يقرأها كل يوم؟ هذا نظامك، هذا دليلك في هذه الحياة، اقرأه. ولذا كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه يتأخر في مجلس القضاء، فسألوه: يا أمير المؤمنين، لماذا تتأخر؟ قال: أتأخر لأجل أقرأ القرآن وأحكم بينكم به. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا سئل مسألة مهمة قال: أمهلوني 3 أيام ليقرأ القرآن من أوله إلى آخره وينظر ما هو حكم هذه المسألة. فيا إخواني، هذا القرآن مهم، ينبغي أن ننبه أبناءنا وإخواننا ومن نحب للعودة إلى هذا القرآن الكريم قراءة صحيحة وفهما وتدبرا وعملا.